هو لما بيحط ايده في الوضع ده ايه اللي بيحصل؟ فكروا بالصوره الاكبر شويه. البريك بيكس بيحصل لها ايه؟ سلاكنينج ولا تنشن؟ سلاكنينج. حد سمع عن حاجه اسمها ثوراسيك اوتلت؟ اوكي. سيبكم من الاسامي. اي دونت كير اباوت الاسامي. لكن انا عندي معلومه عبد الناصر مشهور اللي قالها ان هو when he plays his arm including brachial plexus على الخص تمام؟ تمام؟ لان لو ما عمل الوضع ده البريكال بس لسه ستيل الونجيتد لما خدها الوضع ده بيحتاج انه يريح زي اللي عايزه تمام؟ يبقى ده معناه ان في نيورال انفولفمنت بريفرال واحنا اثبتنا ده باللوجيك ها ما عملناش سبيشال تيست ولا احنا عملنا حاجه لوجيك وانتوا اتفقتوا معايا عليه ده يثبت لنا ليه لما عملنا ديبريشن سيمتوم زاد ستريت اواي هو الديبريشن ده مش اقرب حاجه ممكن تاثر على البريكال بيكسس That's nice. احنا good find the better. I'm sure. Good examination which what? هيعمل لنا ايه؟ ايه هو good examination؟ Guide our team. هنعمل عبد الناصر ايه دلوقتي؟ وانا محتاج منه. وانا متاكد ما شاء الله باللي في الاكاديمي. You tell me two things that we can do and get an immediate effect. احنا قلنا بدأنا. Two things that we can do that we can give عبد الناصر immediate effect. Gliding. Gliding. Gliding على انهي ليفل؟ المنطقتين دول ولا هندخل ده كمان معانا؟ انا هبقى اشتغل على المنطقتين دول. حاجه بنعمل جلايدنج، مين يحب يعمل حاجه ثانيه؟ هو نيرو دايناميك هنعمل الجلايدنج. ممكن نكمل موبيلايزيشن باسيف اكسسوري. نكمل نفتح فوق، مش اتفقنا ان الاكسون بلازم لو الترافيك مسحومة في مكان هتأثر على النقطة الثانية؟ أنا عندي حاجة من الاثنين. أنا ممكن أحطه في وضع مريح لي للنك والشولدر وأشتغل هنا فحرك الأكسون بلازم من هنا. أو ممكن أروح فوق على السباينال كورد وحركه في صورة موبيلايزيشن السباينال كورد فخلي الأكسون بلازم يشتغل هنا. الهدف إن أنا أعمل حاجة تحرك الأكسون بلازم وتحرك النيرف بس بعيد عن المنطقة دي مؤقتا. تمام؟ لأن هو إيريتابل. إيه ده ليكم إن هو إيريتابل؟ Once in the top position, make sense? تحب الارم تبقى flexed ولا extended? Flexed. Both arms flexed. وأقول لكم حاجة إن نبقى so kind كمان وكيرفول وأخليها من شوية struggle من فوق. بس رايح خالص. في مشكلة في ده؟ Good. ناحيتين. عرفت تحط ده في الوضع ده؟ بنقول إن neural tissues إحنا we are here for peace. We are not here to give you more pain. تمام؟ واللي انا هعمله فيري جنتلي وما اعملش اي شيء تمام؟ غير لما بقى ريدي فور ات. انا ما بعملش سايد فليكشن. ده اسمه سايد فليكشن. لكن اللي انا بعمله دلوقتي اللي هو ملك اللي هو اوبننج النيرف روت رايت وليفت شايفين نايس اند سموث. عليها ايفيدنس في دليل بحثي ان هي بتزود الاكسون بلاز ترانسبورت بتزود البلاد فلو للنيورال تيشوز تمام؟ and give pain relief لحالات الراديكولوباثي. اي مشكله؟ ريتست مين معانا؟ ديبريشن جود ابتدي بايه؟ ديبريشن عبد الناصر ايه الاخبار؟ روتيشن تو ذا رايت تمام؟ جرين ولا ريد؟ جرين يعني كمل في مشكله في دي؟ رايح خالص ده اسمه باسيف نيورال تنشن تيست عشان كده اي دو ات ماي سيلف ايه ميزه الباسيف نيورال تنشن تيست؟ مين اللي خرج بره اللعبه دلوقتي؟ مصر انا اسف انا بس السؤال بس عشان اتاكد ان احنا اوكي في مشكله في ده؟ جود اكسونو بلازم انا شايف اخواتي الاكسونو بلازم جوه رايت في نيوتريشن بدات في نوع من الريليز في هواء في حياه بترجع تاني رايت مش هعمل كتير رايت خالص يو اوكي ريتست